أقامت سفارات المملكة في الخارج احتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة والذكرى 13 لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حافظه الله ورعاه مقاليد الحكم بحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول. اوكي تمام ان شاء الله عادي هو طيب عادي ان شاء الله. من معكم من سفارة البحرين؟ من البحرين سفارة البحرين؟ لا سلمك الله، هم هذول عندهم اجتماع حق نسار سيدات الاعمال البحرينيين. اي اي زين من حلو، لان نحن بناخذ في البحرين وبناخذ بالجانب الثاني حق من العمال. ممكن بس على السريع تمام ان شاء الله. اوكي ان شاء الله، يعني كل وحده بروحها مو كذي؟ كذا أجنبية بارزة بالإضافة إلى ممثلي البعثات العربية والأجنبية القاهرة.